بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد خلاص جاية في الاستعدادات المتواصلة والعد التنازلي قبل انطلاق المباراة المرتقبة، كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان. المباراة المقرر انطلاقها إن شاء الله يوم الجمعة القادم على استاد جاسم بن حمد بحضور 2500 مشجع من جمهور النادي الأهلي بإذن الله. المباراة الساعة 6 بتوقيت القاهرة. إن شاء الله تكون انطلاقة وبطولة يعني تضاف لسلسلة بطولات النادي الأهلي، وهيكون دافع معنوي كبير جدا قبل مرحلة الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. كبير إفريقيا نادي القرن يسعى للرقم رقم 21 وبطولة سوبر جديدة تضاف إلى سلسلة البطولات وبطولة رقم 7، خاصة أن آخر إنجاز في السوبر الإفريقي كان عام 2014. حالة فيها تفاصيل وكواليس وبالتأكيد هنتابع فيها كل المستجدات بالتأكيد بخصوص هذه المباراة، لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم النهاردة: توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي ونهضة بركان، ومين اللاعب اللي ممكن يكون الورقة الرابحة في هذا اللقاء؟ شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة فيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات، وبالتأكيد بنسعى دايما ناخد كل آراء الجماهير لأن أنتوا جزء أساسي جدا من برنامج الترند. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي: معلول وأيمن أشرف وحمد فتحي جاهزون للسوبر الإفريقي. وكمان في ترند الأهلي: مؤتمر صحفي لموسيماني غدا. وأخيرا كاف يعلن مواعيد مباراتي الأهلي والترجي. عندنا تفاصيل في هذا العنوان. استعراض مباريات اليوم النهاردة طبعا استكمال مباريات الدوري المصري الجولة 24. في هذه اللحظات هناك مباراة بين البنك الأهلي وسموحة، مباراة بالتأكيد قوية جدا، وكل فريق في هذه الفترة بيسعى للحصد الثلاث نقاط والابتعاد عن شبح الهبوط والتواجد على الأقل في منتصف الجدول. الساعة 7 أيضا سيراميكا كليوباترا هيلعب مع إنبي، وده النهاردة هيكون في ختام مباريات الجولة 24. مباراة قوية ومثيرة في الدوري المصري، لكن بالطبع خلاص الدوري دخل في مراحل حاسمة، كل فريق بيحاول يبتعد سواء في الصدارة أو حتى عن قاع الهبوط في الدوري العام. نهائي الدوري الأوروبي طبعا لكل متابعين كرة القدم العالمية والأوروبية بشكل خاص ومحبي كرة القدم هيتابعوا النهاردة في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة السهرة مباراة فياريال بقيادة أوناي إمري في مواجهة مانشستر يونايتد سولشاير مدير الفني للمان يونايتد. مواجهة قوية جدا، نهائي الدوري الأوروبي، يمكن كل التوقعات والحظوظ رايحة في اتجاه مانشستر يونايتد لأنه بيقدم موسم على أعلى مستوى، لكن الكرة الأوروبية بالتأكيد فيها مفاجآت. النهاردة نهائي الدوري الأوروبي، يوم السبت نهائي الشامبيونز ليج تشيلسي ومانشستر سيتي. هل ينجح بوب جوارديولا في تحقيق كل الألقاب خلال هذا العام؟ هنتابع بالتأكيد خلال هذه الساعات. ويوم النهاردة بالتأكيد نهائي الدوري الأوروبي فياريال مع مانشستر يونايتد. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نبدأ تفاصيل الحلقة وعندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. أبرز حاجة دلوقتي على السوشيال ميديا وترند الترند هو آخر الاستعدادات وآخر أخبار فريق النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب التدريب استعدادا للمران الرئيسي والأساسي قبل مباراة نهضة بركان. لذلك أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز كريم أحمد موفد قناة النادي الأهلي، موجود حاليا مع الفريق في معسكر وبالتأكيد كل التفاصيل والأخبار من خلاله. مساء الخير يا كريم، أولا برحب بيك وعايز اطمن منك على حاله الفريق. طبعا الناس كلها عايزه تطمن على حاله ايمن اشرف، علي معلول، حمد فتحي. بكره في مؤتمر صحفي، في تفاصيل كتير قوي في ال 48 ساعه اللي جايه، فنطمن منك على اخر الاجراءات واخر الاخبار قبل المران الرئيسي، وتتحركوا خلاص اعتقد خلال 10 دقائق باذن الله. مرحبا بيك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يمكن النادي الاهلي بنأكد في كل مره مستمر في استعداداته القويه والمكثفه للسوبر الافريقي، الاهلي ونادي بركان ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه كل الاجواء وكل الظروف تكون مع النادي الاهلي. الحقيقه محمد يمكن تدريب الامس عايز اتكلم عليه وابدا معاك بيه. تدريب كان قوي وفي حماس كبير جدا وفي جديه الحقيقه شفناها ولمسناها في التدريب، يعني الجاهزيه ما بتكون لعيبه النادي الاهلي كامله، ده امر بيسعد الجهاز الفني وكمان بينعكس على جمهور النادي الاهلي. الغيابات كانت عديده ويمكن تلاحم كبير الفتره
فاتت فيها المباريات، وحاله الاجهاد كان ليها تاثير على بعض اللاعبين وايضا كمان على اداء النادي الاهلي. لكن يعني لعيبه النادي الاهلي كده ابتدت تاخد نفسها شويه طبعا مع الرحله الشاقه، واول يوم كان تدريب خفيف، تدريب الامس الحقيقه كان جرعه تدريبيه كامله الكل شارك فيه. الحقيقه بيتسو موسيماني كعادته طبعا بقراءاته الفنيه يمكن مميزه، وكل مباراه محمد انت عارف ليها ظروف وليها استثناءات وليها طريقه لعب وليها ايضا كمان لاعبين. الراجل بيحاول بشكل كبير يكون في توليفه في المباراه من قراءاته طبعا لفريق نهضه بركان. طبعا انت عارف يا محمد عندهم عناصر مميزه جدا ومدير فني على اعلى مستوى، فمحتاجه شغل ومجهود كبير من اللاعبين ومن الجهاز الفني، وده الحقيقه اللي بيطبق في التدريب. يمكن تدريب الامس كان كل التدريب كان تكتيك، وكل التدريب كان تقسيمه في اخر المران كان فيها تكتيك بشكل كبير جدا. شارك بشكل قوي ومميز جدا، وعايز ابدا معاك طبعا فيه بالنسبه لحاله اللاعبين اللي يمكن ذكرتهم سواء ايمن اشرف، حمدي فتحي، علي معلول. هبدا معاك بعلي معلول الحقيقه اللي شفناه امبارح بيعلن جاهزيته بشكل كامل وبشكل قوي جدا في التدريب، شارك في التقسيمه كامله وشارك فيها المران كامل. يمكن بنتكلم على التقسيمه والمران، اللي انت عارف يا محمد التقسيمه فيها اشتراكات، التحامات، فيها شوتنج، فيها حاجات كتيره جدا تقدر تطمنك وتقدر تلمس حاله علي معلول الطبيه وليس الفنيه. علي معلول يتمتع بحاله فنيه رائعه جدا، لكن فورمه المباريات وايضا كمان يعني رجله في الارض يمكن فترة بعيدة شوية عن المباريات وعن التدريبات وعن الأمور الخاصة بها التكتيك، لكن الحقيقة امبارح شفناه بشكل مميز ورائع جدا. فإن شاء الله بإذن الله بنتمنى علي يستمر في أدائه الكبير وتركيزه المميز جدا حتى يوم المباراة. حمدي فتحي الحقيقة من صن داونز يا محمد يعني كان جاهز لهذه المباراة، لكن قلنا أكثر من مرة في تأني شوية. يمكن الدكتور أحمد أبو عبلة أو طبيب النادي الأهلي ورئيس الجهاز الطبي أحمد أبو عبلة طمنا هنا في قطر بعمل أشعة لحمدي فتحي، طمنا بشكل عام على الإصابة، إصابته كانت قوية في الكوع أنت عارف يا محمد، لكن الحمد لله شفنا اشتراكاته وشفنا التقسيمة اللي امبارح اللي لك عليها كانت قويه جدا. حمدي فتحي بيعلن جاهزيته بكل قوه ايضا كمان سواء بيشارك في التدريب ايضا في القائمه وايضا على دكه البدلاء. ايمن اشرف بقى اللي اكد لك النهارده ان هو يكون التدريب الاول ليه، هيشارك النهارده ايمن اشرف في التدريب الجماعي. الكدمه القويه الحقيقه كانت ليها تاثير شويه على ايمن، 48 ساعه اللي فاتوا الجهاز الطبي بذل معاه مجهود كبير من بعض طبعا كره التلج طبعا وبعض الجلسات والحاجات الريكفري الخاصه باللاعبين، لكن ايمن اشرف النهارده ان شاء الله باذن الله مع التصريحات الخاصه بالجهاز الطبي هيكون متواجد في التدريب بكل قوه ان شاء الله. يا رب بس يحافظ على ايمن وعلى اللعيبه كلها اللي راجعه من الاصابات، لان محمد الحماس كبير جدا والجديه كبيره جدا في التدريبات، واضحه الرساله واضحه الامور كلها لعيبه النادي الاهلي. هو هدف يا محمد انت عارف بطوله السوبر الافريقي، بطوله قاريه جديده، يا رب ان شاء الله تدخل دولاب ببطولات النادي الاهلي، وكالعاده ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي هو السعيد في كل البطولات وفي كل المباريات. طيب المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني، المؤتمر الصحفي غالبا هيكون بكره طبعا، هل ممكن خلاص يكون اتحدد ميعاده يا كريم؟ نعرف منك التوقيت اللي هيكون فيه ميعاد المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني والاجتماع الفني، الاجتماع التقليدي اللي بيتم بالتاكيد فيه تنسيق كل الامور اللوجستيه المتعلقه بوصول الفريقين وطاقم التحكيم والزي الرسمي، لان كمان الزي الرسمي الاهلي بيرتدي الزي الاساسي الزي الاحمر والفريق نهضه بركان طبعا الزي الاساسي بتاعه اللون البرتقالي، هل الالوان هتكون متقاربه فيتم التغيير؟ برضو نعرف منك الامور دي هتبقى فصل او القول الفصل فيها امتى او بكره هتبقى امتى بالظبط؟ يعني غدا يا محمد هيكون يوم دسم شويه بقى بالنسبه طبعا للاخبار والمؤتمرات وايضا كمان الاجتماع الفني. يعني الاجتماع الفني ان شاء الله صباحا هيكون 10 صباحا بتوقيت الدوحه، يليه مباشره 4:30 عصرا بتوقيت الدوحه هو المؤتمر الصحفي بحضور طبعا بيتسو موسيماني وكابتن فريق النادي الاهلي محمد الشناوي. لكن النادي الاهلي او بيتسو موسيماني والشناوي هيعودوا من جديد الى فندق الاقامه للمحاضره الفنيه اللي هتكون 6 مساء، على ان يتوجه مره ثانيه لاعبي النادي الاهلي بالجهاز الفني بالكامل الى ملعب جاسم محمد اللي هيستقبل هذه المباراه. النقطه طبعا يا محمد اللي انت ذكرتها، النادي الاهلي بيلبس احمر ويمكن نادي نهضه بركان بيلبس الاورنج، ده الامر ده اكيد هيكون يعني باهتمام كبير جدا في الاجتماع الفني، لان يمكن الالوان قريبه شويه بالنسبه للاحمر والاورنج. لكن هننتظر غدا يا محمد، ممكن النادي الاهلي يرتدي الزي الازرق، وممكن ايضا كمان نادي نهضه البركان يرتدي الزي المخالف، لكن هننتظر هذا الامر بالنسبه للاجتماع الفني. لكن ان شاء الله محمد بكره هو التدريب هيكون قوي جدا اكيد للاعيبه النادي الاهلي، ملعب اكثر من رائع جاسم محمد يتسع ل 15000، ملعب مجهز، ملعب مكيف، يعني الملاعب هنا حاجه مميزه ورائعه جدا، الملاعب دي بتساعد لاعيبه النادي الاهلي، بتفتح نفس لعيب الكوره كده في الاداء وفي التكتيك. يا رب ان شاء الله محمد لاعبتنا باذن الله كل الاجواء اللي موجوده وكل التحضيرات اللي يمكن حضرها مجلس الاداره من البدايه، وجود طائره خاصه وتوفير عدد طبعا من الايام، ان احنا متواجدين اكتر من 5 ايام، 23 بالليل او 24 وصلنا الى هنا، 25 دخلنا الفقاعه، مستمرين في التدريبات على ملعب جامعه قطر. ان شاء الله كل المجهود اللي بذل خلال الايام الماضيه وترجم ان شاء الله محمد في 90 دقيقه بنتمناها تكون 90 دقيقه من نار امام نهضه بركان، ويا رب ان شاء الله يوفق فريق النادي الاهلي في مباراه يوم الجمعه باذن الله. طيب الحرد برضو في حاجه تانية، النهارده طلعت اكتر من موقع رياضي اتكلموا على ان تدريب الامس شهد تدريب اللاعبين على ركلات الجزاء الترجيحيه، خاصه المباراه بالتاكيد هي 90 دقيقه، بعد نهايه ال 90 دقيقه سواء تعادل سلبي او تعادل ايجابي هيكون الاحتكام مباشره لركلات الجزاء الترجيحيه، هل بالفعل في تدريب على ركلات الجزاء ولا الامر ده ما كانش موجود في تدريب الامس؟
يعني اقدر اقول لك انت تدريب الامس كان في بعض ركلات الترجيح طبعا، ويمكن النهارده كمان هيكون العدد بالكامل. يعني بيتسو موسيماني بيحاول ان هو يشرك كل اللاعبين وليس عدد من اللاعبين فقط، بيشرك كل اللاعبين في التدريبات سواء امس واليوم. ده امر مهم لان انت خلاص انت عندك ظرف، المباراه هتنتهي لا قدر الله لو في مباراه بالتعادل او يمكن النتيجه انتهت بالتعادل، لابد ان انت تلجا ليه ضربات الترجيح. لكن الترتيب طبعا الخاص بالجهاز الفني معروف لدى الجهاز بالكامل، لكن النهارده كمان الامر ده هيكون موجود في نهايه المران مع التقسيمه ايضا كمان اللي بيحاول بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني ان هو يوظف اللعيبه بشكل مميز، قراءاته ان شاء الله تكون مميزه، ادارته خارج الخطوط ايضا تكون مميزه كما ادارته الفنيه اللي كانت اكثر من رائعه في مباراه سان داونز. لكن محمد التشكيل هيكون مختلف اكيد وطريقه اللعب هتكون مختلفه، انت عارف كل مباراه ليها ظروفها، مباراه سان داونز كان ليها ظروف خاصه جدا ومباراه نهد البركان هيكون ليها ظروف خاصه واصعب كمان لان اللعيبه بتتميز بسرعات ايضا كمان حافظين بعض بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره طويله، فمحتاجه جهد شويه مع لعيبه النادي الاهلي ومع الجهاز الفني. لكن ان شاء الله باذن الله محمد متفائلين خير مع اللاعبين والجهاز الفني، ثقتنا كبيره جدا فيهم ان شاء الله، وباذن الله نعود من قطر ومن الدوحه بالسوبر الافريقي بعد غياب 7 سنين ان شاء الله باذن الله يتزين دولاب بطولات النادي الاهلي بالسوبر الافريقي. موفقين يا كريم وكل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والايضاحات، ومش هطول عليك طبعا عشان خلاص الفريق هيتحرك الى التدريب الرئيسي في على احدى الملاعب الفرعيه بالتاكيد استعدادا لمباراه الاهلي ونهضه بركان. زي ما قلت لكم في تفاصيل كتيره قوي متعلقه بهذه المباراه، لكن دايما احنا بنحب نركز على التفاصيل الصغيره، لان انا عارف الجمهور دايما بيقعد يسال، وده ممكن يكون ساعه المباراه يا جماعه، طب المباراه ممكن تروح للتعادل، طب بعد التعادل في اكسترا تايم ولا ركلات جزاء؟ فاحنا بنحاول نحسم لكم الامر وبنعرفكم ايه الامور المتعلقه بتفاصيل هذه المباراه. 90 دقيقه لا قدر الله في تعادل هنروح لركلات جزاء، مفيش اكسترا تايم في لائحه مباراه السوبر الافريقي، لكن ان شاء الله رجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يقدروا ينجزوا المباراه ويحرزوا البطوله خلال ال 90 دقيقه ان شاء الله، ويسعدوا جماهيرهم الكبيره اللي هتكون موجوده في ملعب جاسم بن حمد باذن الله، وتكون بطوله افريقيه جديده في توقيت مهم جدا وانت داخل على مشوار افريقي مهم الدور نصف النهائي امام الترجي التونسي. طيب بمناسبه الحديث عن مباراه الترجي التونسي، النهارده كان في كلام كتير قوي على فكره ان الكاف من خلال موقعه الرسمي اعلن عن موعد مباراتي نصف النهائي سواء الذهاب او الاياب. طيب يا جماعه بس عشان نوضح الامور دي لكل الساده المشاهدين اللي قدامكم على الشاشه دي، يعني صوره من الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي، هو ستاندرد محطوط بالميعاد المبدئي ليس الميعاد الرسمي ولا النهائي، لان لغايه اللحظه دي لسه ما فيش ايميلات ولا فاكسات اتبعتت سواء للاهلي او للترجي ولا الاتحاد المصري ولا الاتحاد التونسي. بدليل انتوا لو ركزتوا على التواريخ اللي مكتوبه، مكتوب لك مثلا مباراه الترجي والاهلي يوم 18/6 الساعه 9، الوداد والكايزر تشيفز يوم 18/6 الساعه 9، ركزت على مباراه العوده تحت هتلاقي الاهلي والترجي 25 الساعه 6، كايزر تشيفز والوداد الساعه 9 قصدي يوم 25 برضه. اولا الناس في جنوب افريقيا ما بتلعبش الساعه 9 بالليل، ده اولا، فثانيا هي مواعيد محطوطه ستاندرد بس لغايه لما يتم الاتفاق على الموعد الرسمي. طب متى يتم الاتفاق على الموعد الرسمي؟ المباراه الاولى احد ايام 18 او 19، اللائحه بتقول بيتم تحديد الميعاد الرسمي وارسال الايميل قبل موعد المباراه ب 10 ايام، يعني بمعنى ادق من 5 يونيو ل 8 يونيو هيتم الاعلان الرسمي عن موعد مباراه الذهاب والاياب ايضا من خلال ايميل رسمي بيتم ارساله بمواعيد المباريات والأطقم التحكيمية والمسؤولين عن تنسيق وتنظيم ومراقبين المباراة خلال الفترة اللي جاية. لسه احنا بنتكلم النهاردة 26 مايو، فلسه قدامنا ما يقرب من حوالي أكتر من 3 أسابيع، فلسه بدري قوي يا جماعة على فكرة تحديد الميعاد، فلسه ماتش الأهلي والترجي لغاية اللحظة دي رسميا مش يوم 18 ولا العودة يوم 25. أنا بس حبيت أأكد ده وجبت لكم صورة رسمية من صفحة الاتحاد الإفريقي، هي ستاندر محطوطة بالمواعيد المبدئية إلى أن يتم تحديد المواعيد الرسمية بعد الاتفاق مع الأندية وبعد الاتفاق مع الرعاة، لأن المواعيد دي كمان ليها علاقة بالسبونسر والرعاة والبث التلفزيوني. معقول هيلعب مباراتين نصف نهائي في يوم واحد وفي توقيت واحد؟ أعتقد بتبقى صعبة جدا. دي أول جزئية. حكام المباراة، ما انا بقول لكم لسه 3 أسابيع على المباراه، لكن مين الحكام المرشحين للمباراه؟ اقدر اقول لكم بنسبه كبيره في اتجاه ان يكون الحكام اللي موجودين في مرحله دور نصف النهائي ما يكونوش مقررين من الحكام اللي كانوا موجودين في مرحله الدور ربع النهائي، والحكام اللي حكموا مرحله الدور ربع النهائي في الكونفدراليه الافريقيه كاس الكونفدراليه هم اللي هيحكموا مرحله الدور نصف النهائي. مين ابرزهم؟ بنتكلم عن فيكتور جوميز، بنتكلم عن طبعا ده المدير الفني او الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز، بنتكلم عن جان جاك نادالا حكم الكونغولي وبالمناسبه هيكون حكم رابع في مباراه السوبر يوم الجمعه، بنتكلم على مصطفى غربال الحكم الجزائري، وبنتكلم ايضا على مملكه سيما الحكم الاثيوبي الوحيد اللي ادار لقاء الذهاب في دور الثمانيه وممكن يتكرر لان هو ادار مباراه الوداد والمولوديه في الجزائر، لكن ممكن يكون موجود في مباراه الاهلي والترجي سواء ذهاب او اياب. طيب في امر ثاني متعلق بطاقم تحكيمي يمكن تعرض
للضرب، وكان الامر صعب جدا في مباراه جارف السنغالي مع القطن الكاميروني، والاتحاد الافريقي اصدر بيان في هذا الامر ان الحكام من مالي بوبو تراوري وسماكا ومحمدو كيتا تعرضوا للضرب لدرجه ان هم تم نقلهم الى احدى المستشفيات القريبه من ملعب المباراه بسبب تعدي كبير جدا من الاطقم في مباراه جارف السنغالي والقطن الكاميروني، والكاف اصدر بيان رسمي ويكون في تحقيق في هذا الشان بخصوص هذه المباراه. طيب الحاجه الثانيه برضو اللي عايز اكد عليها، منذ مباراه او منذ قرارات الامس بخصوص تاجيل مباريات الاهلي سواء مباراه 1-6 مع البنك الاهلي او مباراه 7-6 مع اسوان، احنا بناكد التاجيل جه بسبب ان هذه المباريات موجوده في الاجنده الدوليه والاهلي عنده لاعبين مستدعين للمنتخبات الوطنيه في الاجنده الدوليه. التاجيل لم يكن له علاقه بان الانديه المصريه او الاهلي وبيراميدز عنده مشوار افريقي ودعم المشوار الافريقي، هذه المعلومه غير صحيحه او هذا الخبر غير صحيح. التأكيدات في هذا الأمر أن هذه المباريات تم تأجيلها بسبب أن هذه المباريات إقامتها أثناء الأجندة الدولية مخالفة للوائح شروط المسابقة. بنأكد على ده، وبالتالي تم تأجيل هذه المباريات، ومباراة المقاولون العرب أكيد هيكون فيها تعديل خلال الفترة القادمة إذا رغب النادي الأهلي في تأجيلها وعدم إقامتها قبل مباراة الترجي التونسي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل مهمة وكلام مهم جدا عن مباراة الأهلي ونهضة بركان. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين النهارده هيلقي الضوء على استعدادات جماهير النادي الاهلي لحضور مباراه السوبر الافريقي، وملحمه جمهور الاهلي في الدوحه ازاي هيستعدوا لهذه المباراه، خاصه من الفتره الاخيره كان في فكره ان لا مش هيبقى في جمهور، الاجراءات الاحترازيه، الى ان اعلن الاتحاد القطري لكره القدم واللجنه المنظمه المحليه المباراه بحضور جمهور، وبالتاكيد الامر كان يعني لفت للنظر، وجمهور الاهلي كان سعيد جدا، وحجز التذاكر ما استمرش اكتر من ربع ساعه نص ساعه، جمهور الاهلي حجز كل التذاكر المتاحه في ملعب جاسم بن حمد. لذلك في هذه اللحظات عبر السكايب اروح مباشره الى المستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر عشان نتعرف منه على كيف تستعد الرابطه لهذه المباراه، وما هي الاجراءات التنظيميه بخصوص هذه المباراه، وكيف كان للرابطه دور في الفتره الاخيره من اجل حشد الجمهور والاستعداد لحجز التذاكر بالتنسيق مع اللجنه المنظمه المحليه. معالي المستشار، ازاي حضرتك ومساء الخير عليك. استاذ محمد، يا مساء الورد الاعلامي المبدع. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ وانا سعيد ان انا موجود معاك تاني في قناه بيتنا الكبير قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم والشرف ليا. طيب طرحت مجموعه من التساؤلات، الرابطه بتستعد ازاي، التنسيق مع اللجنه المنظمه المحليه، كل هذه الامور في ظل ان ما كانتش المباراه هتتلعب بجمهور، وفي وقت قياسي تم التنسيق والاجراءات الصحيه تم الاتفاق عليها واعلنوا حضور الجمهور في لقاء السوبر الافريقي. بالظبط بالظبط، هو يمكن صعوبه الموضوع بغض النظر عن وجود موضوع كورونا والاجراءات الاحترازيه المشدده حاليا لتفادي انتشار فيروس كورونا خاصه في الموجه الثانيه، هي التذبذب اللي كان في القرار ما بين لعب المباراه بدون جمهور او لعبها بجمهور. كان في مباحثات بشكل مستمر جدا، وانت عارف الموضوع ده تحديدا مش بس اللجنه المنظمه هي المسؤوله عنه، بيكون في اللجنه العليا لاداره الازمات بما فيها وزاره الصحه، فكان في سجال كبير جدا في الفتره اللي فاتت، ولدرجه ان الاتحاد الافريقي نفسه اعلن انه المباراه هتلعب بدون جمهور. ولكن في زي ما بنقول كده في الساعات الاخيره يوم السبت ليلا تم اتخاذ قرار بان المباراه هتلعب بجمهور، وساعد بشكل كبير جدا جدا في اتخاذ القرار ده الملحمه اللي عملها جماهير النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في ظل وجود فيروس كورونا، والالتزام بكافه التدابير الاحترازيه وخروج البطوله بشكل مشرف للعالم كله، ولدرجه انه انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اشاد بجمهور الاهلي وخص جمهور الاهلي بالاشاده بعد الالتزام وانجاح البطوله تحديدا يعني. طيب فبمجرد ما صدر طبعا القرار، هو طبعا يوم الجمعه زي ما حضرتك عارف انا كنت موجود في القاهره، ولكن كنت على تواصل بشكل مباشر مع اللجنه المنظمه، لما بدات احس انه في المناقشات بدات تاخد منحى ايجابي سافرت يوم الجمعه ليلا، ومن وصولي يوم السبت بدات في التواصل مع الجميع، واكدوا لي يوم السبت ليلا انه ان شاء الله المباراه هتلعب بجمهور بضوابط وشروط معينه. تمام. طيب الاجراءات الاحترازيه اللي هيتم تنفيذها في هذه المباراه، خاصه ان في بعض الاجراءات مختلفه شويه عن كاس العالم للانديه في ظل ان في لقاح كورونا حاليا،
فاعتقد الامر هيبقى مختلف. ممكن الحضور هيبقى ازاي؟ لازم الجمهور يكون عامل البي سي ار ولا لا؟ مش هيبقى في بي سي ار، ولازم اللي يدخل يكون واخد الجرعه الاولى والثانيه من لقاح كورونا. وايضا الجمهور هيقعد فين في ملعب جاسم بن حمد؟ هل تحدد ده مكان جمهور الاهلي ولا لسه؟ اولا الاجراءات محمد مختلفه تماما عن كاس العالم للانديه. اللجنه المنظمه بالتنسيق مع وزاره الصحه حطوا شرطين اساسيين لحضور الجماهير، ان يكون المشجع او الجمهور حاصل على جرعتي اللقاح، الجرعتين الاولى والثانيه، ويكون مر على الجرعه الثانيه 14 يوم حتى تاريخ المباراه. ده الشرط الاول. الشرط الثاني انه يكون قد اصيب، يعني لا قدر الله انه اصيب بفيروس كورونا وتعافى خلال التسع شهور الاخيره. اي حد بيتحقق فيه الشرطين دول مسموح له انه يدخل ويشتري تذكره ويحضر المباراه. ده طبعا مع الالتزام بكافه الضوابط الاحترازيه جوه الاستاد نفسه. وطبعا في شرط ثالث انه غير مسموح للاطفال تحت سن 12 سنه بدخول المباراه. ده بالنسبه للسؤال الاول اللي له علاقه بالشروط والضوابط. بالنسبه للجمهور الاهلي هيقعد فين؟ كان قبل ما يتم الاعلان رسميا عن ان المباراه هتلعب بجمهور، انا كان لان كان في تواصل مباشر مع اللجنه المنظمه اتفقنا او مش اشترطنا، ولكن طلبنا واصرينا ان الثالثه شمال تكون هي من نصيب جماهير النادي الاهلي. وبالفعل فور ما احنا اعلنا على صفحتنا كرابطه مشجعي النادي الاهلي بان المباراه هتلعب بجمهور، بعديها بساعات قليله اعلن الاتحاد القطري واعلن الاتحاد الافريقي بان المباراه هتلعب بجمهور، وانه مجرد طرح التذاكر تم تخصيص الثالثه شمال او الثالثه شمال كامله ونص الملعب لجماهير النادي الاهلي. رائع، الحمد لله يعني. طيب سؤال تاني بس هو استفسار، ممكن الاجابه تكون عندي وعند ناس كتير، بس بما ان حضرتك معايش للاحداث وعارف كل التفاصيل وعلى تواصل مع اللجنه المنظمه المحليه، هل بالفعل كانت في ترتيبات وتعليمات في استقبال الفرق سواء فريق الاهلي او نهضه بركان ما يكونش فيه جمهور طبقا للاجراءات الاحترازيه؟ ده تحديدا كان التواصل فيه معايا انا شخصيا بيني وبين اللجنه المنظمه اللي تشمل اداره اللجنه العليا لاداره الازمات. احنا محمد دوله قطر بدات من حوالي اكثر من شهر اجراءات احترازيه مشدده جدا لمنع انتشار فيروس كورونا الموجه الثانيه. وبدايه الرفع التدريجي للاجراءات دي يوم المباراه اللي هو يوم 28. وبالتالي ما زلنا تحت قيد الاجراءات دي. فبعد التنسيق واللجنه المنظمه والناس المسؤولين طلبوا مني ان انا اوجه رساله لجماهير النادي الاهلي بالالتزام بالضوابط دي وعدم استقبال الفريق في المطار، وانا بدوري عملت بيان وطلبت من جماهير الاهلي في دوله قطر عدم التوجه للمباراه لعدة أسباب. أولاً الالتزام بقوانين البلد ولوائح البلد والنظم في البلد اللي احنا عايشين فيها. ثانياً حفاظاً على سلامة لعيب النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي. وثالثاً حفاظاً على سلامة جماهير نفسه. وبالفعل والحمد لله الجماهير كانت وكالعادة جماهير النادي الأهلي ضربت مثل كبير جداً جداً في الالتزام، وشرفتنا وشرفت بلدنا بأنهم يلتزموا بالتعليمات. طيب معالي المستشار، حضرتك عندك الرقم السليم او الرقم يعني المظبوط في فكره عدد التذاكر المتاحه في هذه المباراه بالنسبه لجمهور الاهلي؟ طبعا كام العدد بالظبط؟ مظبوط. هو طبعا في بعيدا عن ما الكراسي اللي هي هتكون مستخدمه في فتره التباعد الاجتماعي وكراسي الدعوات والاعلاميين وغيره، الكراسي المخصصه للجماهير 2900 لكل الجماهير. وتم طرح ال 2900 على عده مراحل. المرحله الاولى كان فيها تقريبا 50% من التذاكر، زي ما انت قلت في المقدمه بتاعتك ما خدتش ربع ساعه او ثلث ساعه، وكانت جماهير الاهلي بسم الله ما شاء الله يعني خدوا نسبه كبيره جدا. في اليوم التالي اللي هو امبارح تم برضو ابلاغي من اللجنه المنظمه انه هيتم طرح عدد 800 تذكره، وبلغنا رجاله النادي الاهلي جمهور الاهلي، وبالفعل في الوقت المحدد تم طرح المجموعة التذاكر، وخلصت تذاكر جماهير النادي الاهلي في ناحيه الثالثه شمال، وتوجهنا لجماهير فريق نهضه بركان، واكاد اجزم انه تقريبا 90% من التذاكر اللي في الاستاد هتكون ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي باذن الله. مستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي الاهلي في قطر، انا بشكرك شكرا جزيلا
عارف ان لسه في تفاصيل محمد. وفي كلام ممكن نتكلم فيه، بس بخصوص الدخلات والجمهور انا سايبكم بقى يوم المباراه تعملوها مفاجآت لكل الناس ولكل المتابعين، وان شاء الله نشوف مباراه ممتعه وجمهور الاهلي دايما في الموعد، وهيعمل مباراه كبيره تشجيعيه حتى للفريق ان شاء الله في ملعب جاسم بن حمد. شكرا جدا معالي المستشار. ان شاء الله. شكرا. شكرا محمد. شكرا جزيلا. كان لقاء مهم جدا وتفاصيل مهمه محتاجين نتكلم فيها عشان الجمهور يبقى عارف الحقائق والمعلومات والتفاصيل قبل موعد المباراه خلال الفتره الجايه، في ظل ان في بلبله شويه على السوشيال ميديا وتضارب في الارقام والمعلومات والتفاصيل، بنجيب الخبر والمعلومه من مصدرها في الدوحه قبل مباراه الاهلي ونهضه بركان. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي نادي القرن في لقاء السوبر. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مع بعض تفاصيل كلام مهم جدا وكلام بخصوص ترند الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. نروح بسرعه نشوف ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. اول حاجه معانا الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر، كتبوا رساله تحذيريه من الكابتن محمود الخطيب للاعبي الاهلي قبل مواجهه نهضه بركان. طبعا هي الفكره يعني رساله تحذيريه، هي مش بالمعنى ان هو حاجه سلبيه او حاجه غلط، بس هو طبعا انت عارف العناوين الصحفيه عشان تشد القارئ على طول يشوف ايه الموضوع وايه التفاصيل. هي الفكره بس ان الكابتن محمود الخطيب بيتكلم مع اللعيبه حسب ما هم كتبوا على حسابهم الرسمي من مصر اليوم الرياضي، ان في جلسه الامس الكابتن محمود الخطيب في الملعب الفرع اتكلم مع اللاعبين على فكره ان عدم الاستهتار بالفريق المغربي نهضه بركان. ترتيبه في الجدول الدوري ممكن يكون متاخر، نتائجه الموسم ده مش على ما يرام، لكن ده بالتاكيد مش هيكون سبب ان النادي الاهلي يتهاون بهذه المباراه. ده الاطار اللي ممكن بيقولوا فيه، لكن مش بفكره اللي هو تحذير بمعنى كلمه تحذير على حاجه سلبيه. هو في الاطار الطبيعي المباراه الاهلي هيلعبها بشكل قوي باذن الله، ايا كان المنافس ترتيبه ووضعه في الدوري المحلي، لانه في الاخر هو بطل افريقيا وفاز بالكونفدراليه وهيكون مواجه للاهلي في لقاء السوبر الافريقي. طيب الحاجه الثانيه اللي معايا الوطن الرياضي كاتبين ثلاث اسباب تبعد علي معلول عن تشكيل الاهلي امام نهضه بركان في السوبر. الوطن سبورت اللي حسابهم الرسمي على الفيسبوك قالوا ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني متخوف من تجدد اصابه علي معلول في العضله الخلفيه، ودي على راس الاسباب اللي ممكن تبعد معلول عن المشاركه في السوبر الافريقي وممكن يكون موجود على دكه البدلاء. علي معلول بيتمرن في التشكيله الاساسيه او في التدريب الاساسي مع النادي الاهلي، والحمد لله الحاله الطبيه والبدنيه كويسه، لكن في النهايه الرؤيه الفنيه لبيتسو موسيماني. لسه الاهلي عنده مشوار طويل على فكره سواء افريقي او محلي، فالمشوار طويل ولسه ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في مشاركه لكل اللاعبين وابرزهم ان شاء الله عوده علي معلول. حساب بطولات الحساب الرسمي على تويتر نشر تصريحات لبيدرو بن علي المدير الفني لنهضه بركان قبل مباراه السوبر، وقال درست الاهلي جيدا والشناوي وعلي معلول هما ابرز لاعبي. بالتاكيد هيكون درس الاهلي بشكل جيد، عارف النادي الاهلي، عارف الاسم الكبير، ابرز لاعبيه، متاهل لنصف النهائي، بيدافع عن دوري ابطال افريقيا واللقب، وان شاء الله باذن الله تكون النجمه العشره. المدرب الاسباني بالمناسبه كمان بيدرو بن علي متولي المسؤوليه من فتره قريبه، بس في التوقيت اللي تولى فيه المسؤوليه عامل نتائج ايجابيه كويسه جدا مع فريق نهضه بركان، والفريق ابتدى يبعد شويه عن المشاكل والازمات والنتائج السلبيه اللي كانت موجوده في بدايه هذا الموسم، واللي كانت اخرها الخروج من دور المجموعات في بطوله الكونفدراليه وخسارته للقب اللي بيدافع عنه بعد ما فاز به العام الماضي امام بيراميدز في نهائي كاس الكونفدراليه. اخر حاجه معايا الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك نشروا تصريح للمتحدث الرسمي لنهضه بركان الكتابي الحسين، اتكلم عن مواجهه الاهلي وقال لا نخاف من احد ونراهن على الفوز باللقب. هي الفكره كل ما تيجي تلاعب الاهلي بالتاكيد هتلاقي بقى فكره ان احنا مش بنخاف من الاهلي وهنلعب مباراه كبيره، اسم الاهلي اسم كبير جدا وبيبقى فرصه طيبه لاي فريق بيواجه الاهلي عايز يعمل مباراه كبيره، فهتلاقي التصريحات بنفس الاطار بتاع الشحن والحماس اللي ممكن يكون موجود في الملعب، فلا نخاف الاهلي وهنلعب على حظوظنا، وبالتاكيد ده شيء شرعي لاي منافس بيواجه النادي الاهلي، كان ان شاء الله النادي الاهلي هيكون في الموعد مستعد للشقيق الفريق المغربي فريق نهضه بركان. دي جزئيه متعلقه بترند الاهلي عبر السوشيال ميديا، لكن اللقطه البارزه اللي عايزين نعرضها النهارده معانا في الترند محسن ياجور. محسن ياجور من ابرز لاعبي الكره المغربيه في السنوات العشر الاخيره. محسن ياجور يمكن في رقم مهم جدا وهيكون حديث الجميع في لقاء السوبر الافريقي، طبعا هو هنا بيرحب بميشيل يانكون مدرب الحراس في النادي الاهلي، لكن الرقم اللي عايز اتكلم عليه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واحد ابرز ونجم الكره المصريه والافريقيه، صاحب الرصيد الاعلى من الاهداف في البطولات الافريقيه حتى منذ اعتزاله، حتى الان محدش قدر لغايه دلوقتي يكسر الرقم 37 هدف في البطولات الافريقيه. محسن ياجور على يعني تقدروا تقولوا على مقربه
ان هو يقدر يخسر الرقم ده، لكن اتمنى يا رب ما يقدرش يخسره، لان الهدف اللي هيحرزه لا قدر الله في الاهلي هيبقى كسر الرقم وهيكون تعدى كمان وهيكون في الترتيب الاول. فبالتالي النقطه اللي عايز اتكلم فيها ونقطه رقميه، كابتن محمود الخطيب بعد كل هذه السنوات هو متصدر لائحه الترتيب الهدافين في المسابقات الافريقيه 37، ومحسن ياجور تساوى معاه ايضا ب 37، وعنده فرصه في لقاء السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. نقطه كانت مهمه جدا، وزي ما انتم شايفين طبعا التقاء الفريقين في فندق الاقامه بنظام البابل اللي موجود في الدوحه، محسن ياجور مع الجهاز الفني ومع ميشيل يانكون مدرب الحراس، وبالتاكيد شايفين العلاقه والمدى التعاون ما بين اللاعبين والمسؤولين قبل هذه المباراه. والصوره دي انا بنقلها للجمهور عشان يعرفوا ان كره القدم في الملعب فقط، لكن في النهايه ميزه المباريات مش في 90 دقيقه، العلاقات والتبادل ما بين الانديه بعضها، ما بالكم لما بيكون لقاء عربي خالص ولقاء اشقاء مع الاخوه في المغرب الشقيق. طيب دي كانت تفاصيل مهمه جدا معانا النهارده في ترند الاهلي، والنقطه البارزه او اللقطه البارزه محسن ياجور في فندق الاقامه مع ميشيل يانكون. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. وقتنا بيجري معاكم بسرعه، لكن طبعا هندي مساحه وقت اكتر لتوقعات الجماهير على مباراه الاهلي ونهضه بركان، وممكن مين يكون نجم هذه المباراه بسرعه مع بعض. يمكن اول حاجه معايا فانيليا بتقول مساء الخير، 3-0 للاهلي، شريف هدفين، حسين او قفشه ممكن هدف، يا رب باذن الله. سيد محمود محمد بيقول ان شاء الله الاهلي كسبان. طيب نشوف كمان اراء اخرى معايا. اشرف محمود بيقول ان شاء الله فوز النادي الاهلي 2-0، محمد شريف وصلاح محسن. الاهلي وكفى بيقول 2-1 للاهلي وتالق محمد شريف. تمام. كمان معايا روني بتقول 2-1 للاهلي واللاعب هيكون ايمن اشرف المتالق دايما. عبده بيقول ان شاء الله 3-0 للاهلي وتالق قفشه ومحمد شريف. بنحاول ناخد اكبر قدر من الاراء خاصه ان دي اخر حلقه النهارده قبل لقاء السوبر يوم الجمعه. فاطمه بتقول 2-1 للاهلي ومحمد شريف يا رب النصر للاهلي. احمد قطب بيقول ان شاء الله الاهلي بطل السوبر الافريقي، 3-1 للاهلي، يا رب باذن الله يكون في انتصار ونتيجه مميزه زي ما الجمهور بيقول وتوقعاتهم. وايضا كمان شايفين ان ايمن اشرف ممكن يكون نجم المباراه. علي معلول دائما وابدا بيتالق في كل المباريات امام الانديه التونسيه، فهل يكرر بدري بنون هذا التالق في اول مواجهه رسميه ليه مع النادي الاهلي امام الانديه المغربيه؟ هذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله في لقاء السوبر الافريقي يوم الجمعه القادم الساعه 6 بتوقيت القاهره بين الاهلي ونهضه بركان في السوبر الافريقي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع القادم والاهلي راجع من الدوحه بالسوبر الافريقي وبيستعد بشكل قوي للدوري، وايضا كمان للقاء الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.